احنا الحمد لله راه اللجنه كامله كاينه، احنا درنا عمليه ديال المراقبه، ولكن اخويا سميتو راه الجو غائم. الجو غائم عندنا هنا بني ملا، راه الجو غائم عدم التوت. الغيوم في الافق تحجب الرؤيه. الغيوم في الافق تحجب الرؤيه. الغيوم في الافق راه تحجب الرؤيه. ها هي معنا الاخوان كاملين، هما الحمد لله كاملين، راه اللجنه كامله الحمد لله كاينه. الرحيم تمت مراقبة ديال شهر رمضان الأبرك بهذه السنة ديال سنة 1445 من طرف اللجنة التي تتكون من عدة مصالح، منها وزارة مندوبية الشؤون الإسلامية والملال ونظارة الأوقاف وكذلك جهاز التوثيق لابتدائية بني ملال، وإضافة إلى تلة الماتنة أئمة المساجد. وحد الساعة فإن هذه المراقبة تمت بتعاون وتكاتف بين هذه المصالح المعنية، ولم تسفر لحد لأن النتيجة نظرا لوجود الغيوم في جهة غروب الشمس. هذا الغروب يحجب عن الرؤية، فالرؤية لا يمكن حينما تثبت حينما تكون هناك رؤية متعذرة، فتبوت الهلال يبشر الهلال لا يمكن أن يعني تكون نتيجة عدم تبوت الرؤية في هذا المركز الذي نحن بصدده، الذي نحن نتواجده. ولذلك وهذه سنة حميدة، يعني مراقبة الهلال هي سنة من السنن الحميدة التي دائبة عليها وطننا العزيز، تتم عند نهاية كل شهر هجري على مدار السنة، وهي سنة من سنن هذه المملكة الشريفة والتي لا تفخر بها أمام الدول الإسلامية وتفخر بها أمام العالم، وتعتبر من تراثها التاليد، ولله الحمد. وبه يمكن رمضان الأبرك لهذه السنة يعني سيتم 30 في شهر شعبان، ويكون بداية الشهر إن شاء الله يوم الثلاثاء، إن شاء الله بداية الشهر الكريم ويوم الثلاثاء. شكرا.